السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع لذيذ بيعلم الأطفال البرمجة. الطفل مش محتاج إن هو يقعد يحفظ شفرات ويتعلم سي شارب أو يتعلم بايثون أو كده، لا، محتاج حاجة تكون سهلة ومرئية بحيث إن هو يحس إن هو بيلعب لعبة. طيب خلينا نيجي هنا نبتدي كده. الموقع اسمه كود دوت جيم، أقول له كرييت فهيبدأ يفتح لي ويحمل لي اللعبة. طيب دي الشفرة اهيت، تمام. بيقول له لما تدوس ستارت كليك اعمل الموبا دوت. طب تعالى ندوس ستارت، هتلاقي ان هو بدأ يتحرك بالشكل دوت. طيب خلينا نفهم الشفرة دي او بنعملها ازاي. طيب هنا وين ستارت كليك دي بتيجي من ايفنت، تلاقي هنا كذا ايفنت. ممكن اقول له مثلا لما حد يدوس على الشكل دوت، تمام، يعمل ايه؟ يبدأ يعمل الحاجات اللي انا هقدر احطها له. يعني على سبيل المثال اتحرك 10 خطوات تحت، تمام، او ممكن اقول له كنترول فور ايفر وراح حادث فور ايفر. شايف انا برتب الحاجات ازاي؟ طيب هبدا احط دي بالشكل دوت. طيب وخلينا نلغي الدور، اقول له ستارت، مفيش حاجه حصلت. لما ادوس هنا يبدا يتحرك. شايف حصل ايه؟ اول ما دوست وين سيبريت كليك، تمام. طيب اقول له ستوب، الشكل هيبقى تاني. اقول له ايه؟ ممكن تختار حاجه تانية غير كليك. طيب ممكن تقول له ايفنت وتقول له مثلا ايه، لما ادوس على زرار ستارت او لما ادوس مثلا على زرار معين. ممكن تحط اي زرار، هو ان اي ريسيف ذا هاي، لما حد يقول لي هاي ابدا انا اتحرك او ابدا اعمل حاجه معينه. طيب خليني اقول له ستارت كليك ونلغي ديت، تمام. ممكن تقول له بقى انا عايز مثلا في صوت معين يحصل، تمام، اعمل ساوند وتبدأ تختار صوت معين مثلا، تمام. طيب خلينا نلغي ديت، ادوس رايت كليك واختار ديليت بلوك. طيب ساوند ما فيش صوت موجود، سي هلو، قول كلمة هلو. طيب لما ندوس ستارت Hello. قال لك هو كلمة هلو، تمام. دي الفكرة في البرمجة، ان انت تقول له اعمل لي الحاجة الفلانية لما ادوس كليك، اعمل الحاجه الفلانيه لما يحصل كذا. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله هتلاقي فيديوهات كتيره بتشرح ازاي تعمل اللعبه. يعني ما تقولش ان دي حاجه سهله ولعبه عيال وكده، لا، من هنا هتبدا تفهم ازاي الكمبيوتر بيتعامل وتقدر تعمل العاب زي ما انت عايز، تمام. تقدر تختار شكل معين، تقدر تخليه لحاجه معينه. ممكن نقول كلمه مثلا مده ثانيتين مثلا. Hello. شايف كلمة اللوزة هاي دي ظهرت ازاي؟ طيب ممكن نغير كلمة هاي. ممكن تخليها ايه؟ Hello world. هنا ده الصوت وهنا ده الكتابة. Hello world. Hello world.